اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هم، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين. اول واحده هتكون كيك اللوز بمربى التوت، وتاني وصفه هتكون كب كيكس الفانيليا. بالنسبه لكيك اللوز ومربى التوت، عندنا طبقات الكيك هتكون 150 جرام دقيق لوز، 360 جرام دقيق، 230 جرام زبده، 200 جرام سكر، 1 بشر ليمون، 1 بشر برتقان، 5 صفار بيض، 1 معلقه صغيره مية زهر، وربع كوب شرائح لوز محمص. بالنسبه للحشو، هيكون 100 جرام سكر، 3 كوب مربى توت احمر، 2 معلقه صغيره فانيليا، رشه ملح، و1 معلقه كبيره عصير ليمون. هنبتدي بطبقات الكيك، وهي هتبقى أشبه بطبقات البسكوت. هحط الزبدة، وهنحط السكر مع الزبدة، هنحط الدقيق، بشر الليمون وبشر البرتقال، ودقيق اللوز. هنخلطهم كلهم مع بعض، ويبقى فاضل لنا السوائل اللي هي صفار البيض ومية الزهر، واخر حاجة هنحطها هتكون اللوز الشرايح. لما الخليط يبقى الملمس بتاعه ملمس رملي، هنحط الصفار و مية الزهر، نخلطهم مع بعض، واخر حاجة احطها هتكون اللوز. الخليط هيكون خليط مفرول الى حد ما، هاخد جزء منه واحطه على ورق الزبدة، ولما هنضغط عليه ونفرده بالنشابة هيتماسك. ممكن اجيب ورقة تانية فوقه علشان ما يلزقش في النشابة. وهنحاول نرفع بقدر الامكان، هنخليها حوالي نص سنتي السمك بتاعها. هنجيب قالب نقطع بيه علشان كل الطبقات تبقى بنفس الحجم. هنشيل الزيادات، وهناخد القطعة اللي جهزناها هنحطها فيه، نحط الورق من حواليها. وهناخدها نحطها في الصينية، وطبعا هنكمل بقية العجينة لحد ما نعمل عدد من الطبقات. والعجينة دي تقريبا طلعت حوالي 6 أو 7 طبقات من طبقات الكيك اللي زي البسكوت دي. وهندخلها فرن بدرجة حرارة 180، وهتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة. دلوقتي نعمل الحشو اللي هيكون بين الطبقات. أول حاجة هنكرمل السكر، هنحط شوية صغيرين لحد ما يبقى زي الكاراميل.
وبعد كده هنكمل نحط السكر على عدة مراحل، وبعدين هنضيف بقية المقادير للسكر المكارمل ونقلبهم مع بعض لحد ما يمتزجوا. أول ما يبتدي يدوب وياخد لون ذهبي حلو نبتدي نضيف كمية سكر تانية. دايما نقلب من الجناب خصوصا علشان الجناب بتبقى متعرضة لحرارة أكتر، فممكن تغمق وتتحرق شوية، فاحنا مش عايزين كده. نفضل نقلب، وزي ما قلنا أول ما ياخد لون حلو هنضيف شوية سكر كمان. ودلوقتي أحط آخر كمية وهنجيب بقية المقادير. عندي فانيليا وليمون وملح، نضيفهم. وبعدين أضيف المربى. نقلل النار شوية وبعدين نرجع نسيبهم على نار هادية لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس، ويبقى ده خليط الحشو أو خليط حشو مربى التوت. وده بيكون شكل طبقات الكيك اللي حضرناه زي ما احنا شايفين كده. واجيب طبق للتقديم وهنبتدي نرص الطبقات ونحط بينهم المربى او حشو مربى توت اللي حضرناه. بالشكل ده ما نحطش كتير بين الطبقات لان ده بسكوت مش هيتشرب قوي المربى. انا عايزه احط كمان شويه مربى تحت علشان الكيك ما تفضلش تتحرك معايا وانا بشتغل فيها. احط التانيه طبعا. برضو الكيك دي مش لازم مربى توت، لو احنا مش بنحب مربى توت ممكن اي نوع مربى احنا بنحبه. ونحط اخر واحدة. وهنحط سكر بودرة فوق الوش. وطبعا بما ان دي مربى توت ممكن نزينها بشوية توت فريش، وبرضو أحط عليه شوية سكر بودرة. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيك اللوز والتوت الأحمر. يا رب تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي كب كيك الفانيليا. مقادير الكب كيك: 230 جرام زبده، 330 جرام دقيق، 240 مللتر حليب، 1 معلقه صغيره فانيليا، 400 جرام سكر، و5 بيضات. وبالنسبه للايسنج هيكون 500 جرام سكر بودره، حليب حسب الحاجه،
وألوان مختلفة زي ما نختار. هنبتدي بالكب كيك. أجيب معالق هنحط الزبدة ومعها السكر هنضربهم مع بعض وبعد كده هنضيف البيض واحدة واحدة هحط الفانيليا مع البيض وبعد كده هنضيف الدقيق واللبن بالوصفة دي ما عندناش لا بيكنج باودر ولا بيكنج سودا في الخليط وبالتالي الخطوة الأولى اللي هي ان احنا ندخل هواء في السكر والزبدة والبيض مهمة جدا فبقلب وهنرجع نضربهم تاني لان احنا ما عندناش اي عامل كيميائي زي البيكنج سودا او البيكنج باودر يساعدنا في ان الكب كيك ترتفع غير الهواء اللي احنا بنحطه ده فمفيش عامل كيميائي بنحتاج ان احنا نعمل العامل الفيزيائي اللي هو الضرب علشان يدخل هواء هو ده اللي هيخلي الكب كيك بتاعتنا ترتفع اوكي كده الخليط بقى فيه هواء كفاية فهنحط الدقيق واللبن ونخلطهم مع بعض وبكده تبقى الكب كيكس جاهزة هناخد خليط الكب كيك وهنحطه في صينية الكب كيك مجهزة بورق الخاص بالكب كيكس لو ما عندناش ممكن نعمل الصينية بزبدة ودقيق فما فيش مشكلة خالص لو ما عندناش الورق ده هندخل الكب كيكس الفرن بدرجة حرارة 160 وهيقعدوا في الفرن حوالي 25 دقيقة دلوقتي نعمل الايسنج هنحط شوية لبن ونقلب ونشوف لو احتاجنا لبن تاني نحتاج شوية كمان اوكي كده الايسنج جاهز هنقسمه على ثلاثة بول
وهنلون كل واحد بلون مختلف. نعمل بينك وأخضر وأصفر. أوكي ده طلع موف مش مشكلة. حط معاه شوية كمان. ونعمل الأخضر والأصفر. وهنجيب الكب كيكس وهنبتدي نحط. شوية من كل لون. وهنكرر متهيألي الأطفال هيحبوا الكب كيكس اللي بالألوان كده. طبعا في ألوان طبيعية معمولة من الخضروات والفواكه. طبعا يفضل ان احنا نستعمل الالوان دي خصوصا للاطفال، لكن طبعا اذا كانش هياكلوا كميه كبيره من الالوان دي فما بتعتبرش ان هي الضرر بتاعها كبير، لكن لو بيستعملوها كتير فمش كويسه للكبار وللصغيرين كمان مش بس صغيرين يعني. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. عملنا فيها كيك اللوز ومربى التوت الأحمر، وكمان عملنا كب كيكس الفانيليا مع الآيسينج الملون. يا رب يكون الوصفات عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.